النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: انخفاض قليل على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأربعاء، وبالتالي يصبح الطقس الصيفي معتدل في أغلب المناطق. ارتفاع على درجات الحرارة تدريجي اعتبارا من يوم الجمعة، لكن تشتد الأجواء الحارة اعتبارا من يوم السبت. قبل أن نستعرض هذه المحاور، لا بأس أن نبدأ نشرتنا بصورة الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، لتوضح خلو عموم منطقة بلاد الشام وشرق البحر المتوسط من الغيوم، بالتالي الطقس الصافي باستثناء بعض الغيوم المنخفضة التي تشكلت في بعض المناطق المحدودة. أنتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية التي سنتحدث فيها عن درجات الحرارة المتغيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة اعتبارا من يوم السبت وحتى عفوا اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى يوم السبت. يوم الأربعاء تنخفض قليلا درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، تبقى حول إلى أقل بقليل من معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام، يسود الطقس الصيفي معتدل في عموم المناطق. تنخفض ليلا وتصبح الأجواء مائلة للبرودة في الجبال وفي السهول. تستمر هذه الأجواء يوم الخميس، لكن اعتبارا من يوم الجمعة بإذن الله ترتفع قليلا درجات الحرارة وتشتد الأجواء الحارة اعتبارا من يوم السبت بسبب اندفاع لكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية ذات طابع كما ذكرنا حار وأيضا ذات طابع جاف كونها قادمة من مصدر صحراء، وبالتالي يوم السبت تشتد الأجواء الحارة، طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة في عموم المناطق. ننتقل الآن أو نعود للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس الصافي مع 21 درجة مئوية عفوا. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الأربعاء 29 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 19، يوم الخميس 28 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 19، لكن اعتبارا من يوم الجمعة تعود درجة الحرارة للارتفاع قليلا، تسجل 30 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى ترتفع لتسجل حوالي 23 درجة. في نهاية نشرتنا نترككم مع مشاهد العواصف الرعدية التي حملت معها كميات كبيرة من البرد وأثرت على عدة مقاطعات إيطالية يوم أمس. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.